أمني ليش أقول متوقف 100%، لكن هو متوقف، التنسيق الأمني متوقف، لأن لدينا تداخل، هناك تنسيق مدني مهم جدا بالنسبة لنا في داخل فلسطين. إحنا تحت الاحتلال الإسرائيلي، يجب أن تعرف ذلك. إحنا كل الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي. كافة المنافذ البرية التي تخص العالم الخارجي ما عدا معبر رفح هي تحت السيطرة الإسرائيلية. كل مواردنا ووارداتنا من العالم الخارجي تدخل لنا عبر إسرائيل. لذلك لدينا إحنا وزارة أو هيئة اسمها هيئة الشؤون المدنية. هذه الهيئة هي التي تنسق مع الجانب الإسرائيلي بكل ما يتعلق بالحياة اليومية للمواطن الفلسطيني. فيما يتعلق بالتنسيق الأمني هو موقوف التنسيق الأمني. لماذا لا يتم الإلغاء كتسجيل؟ لكن الإلغاء هي سيئة. خلينا أجاوب. يا بلاش نقطع بعض بعد إذنك حضرتك. عادة استاذ حيوان مصطفى معلش بعد اذن حضرتكم بس في الصوت شويه بعد اذن حضرتكم في الحروب حينما تتدخل القوات يكون هناك تنسيق، يكون هناك مفاوضات، يكون هناك اتصالات. احنا ما زلنا تحت الاحتلال ولدينا قوات امن وطني، لدينا شرطه فلسطينيه، لدينا اجهزه امنيه فلسطينيه تنتقل من مكان الى مكان وتعمل في الاراضي الفلسطينيه التي هي في منطقة ألف تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، ومحظور عليها أن تعمل في المنطقة باء التي هي مدنيا لنا وأمنيا لإسرائيل، لكن نحن نعمل فيها. المنطقة جيم وهي أكبر منطقة في الضفة الغربية بنسبة 61% من إجمالي مساحة الضفة الغربية، محظور علينا نعمل فيها مدنيا وأمنيا، لكن برغم ذلك نحن نتحمل مسؤولية الشعب الفلسطيني المدنية في المنطقة جيم، ونحن في صراع مع إسرائيل حتى على المناهج التعليمية. والأجهزة الأمنية تعمل في المنطقة دي بزي مدني، لأن إسرائيل تنتهك كل شيء في المنطقة دي وفي المنطقة باء وفي المنطقة ألف وفي الحدقة الغربية والقدس، ونحن من واجبنا أن نحمي مواطنينا من الجريمة الإسرائيلية الممتدة في الأراضي الفلسطينية. إلغاء قمة عمان التي كان من المفترض أن تعقد اليوم